بص بقى، مناسبة عيد ميلادي، انا عيد ميلادي ماما متخيله، انا اللي عملت المكرونه بشاميل وانا اللي عملت الاكل النهارده. كروسان طيبه. انت طيب يا حبيبتي، انت مستحى السلام. تيجي نشوف بقى ايه الاخبار. استنى، بسم الله. احنا عندنا عيد ميلاد كده، انا احنا اللي بنوضب. ماشي، ايوه، لازم نبين مهاراتنا. ثانيه بس كده، مقطعها زي التورته بالظبط. بس يا جماعه، مفيش عيد ميلاد، مفيش شمعايه. شمعايه مش مشكله بقى، مشكله. جعانه جعانه. مقطعها دي اصلا في مربعات، بس احنا عملناها كده كانها تورته يعني، بس كبيره قوي كده. ايه ده؟ ده اول ما اشوف مكرونه بشاميل مثلثات. استني عشان تورته بقول لك. ماشي صح. هو انت جبتي تورته؟ صح. لا مش جبتش. عاملين دايت. صح، انا حاسه ان انا دايت. بوظتيها. استني اختي، هي اصلا سوق. استني بس، دي مش شوكه. طيب ماشي، صوص. ايوه، هي مش هتبقى كده. حلو حلو حلو. يلا يا جماعه، ما شاء الله جامده. مش مشكله، خلاص كفايه الحته. تمام، تيجي بقى ايه، نشوف بقى البارت 2. ثانيه بس كده، يا رب كل عيد ميلادي كسر. بس ان شاء الله بنفس شوكة البشاميل كده كده اصلا هناكل فيها المكرونه يعني، عشان مواعين. بص بقى، ممكن تقربها على القرمشة؟ عيني على القرمشة، عيني على القرمشة. استنى معايا. هما بيعملوا كده. بيعملوا شكلين يا سندس جدا. ايه رأيك؟ والله هايلة. كل سنة وانت طيبة. بس مش مشكلة. هابي بيرث داي تو يو. انا وانت بس. هابي بيرث داي على بكرة مكرونة بشاميل. لا، كل اكلة خليه يغني لك يا سندس. ماشي. انا كل سنة طيبة. شكرين جدا على الاكل الحلو ده. ميرسي يا عمر. شكرا. انت كده بس ايه، نور العظمه. العظمه.